عربي سمع عبد الملك بن سمع الوليد بن عبد الملك يخطب في الحرم. في ذلك الزمن الخلفاء يصلون بالناس. الأعرابي هذا ما زال على هيئته على سليقته يتكلم بالعربية سجية فلا يغلط فيها لغة أمه. الوليد كان يحبه أبوه فلم يرسله إلى البادية ليصير فصيحا. فكان لما ولي الخلافة مرة خطب حضرة الأعراب فغلط الوليد فقال العربي الله صاح كأنه تألم صاح لما سمع اللحن. الجمعة هذه فعاد الوليد الكلام فغلط أيضا العربي كاد يقوم لا يتمالك نفسه فغلط. لما غلط الوليد مرة ثالثة قال تكلمه العربي قال أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر. هذا شيء بقدر ما أما ثلاث غلطات. الآن العلماء يوبخون من يصحح مصيبة لأنهم لا يعتنون بالعربية. أقول العلماء طبعا من تزيى بزي العلماء وجالس مجالس العلماء وليس أغني العلماء، وإلا فالعلماء جميعا في مشارق الأرض ومغاربها كانوا يعتنون باللغة العربية أولا تصحيحا لألسنتهم كما قال الشيخ جميل المنطقة بالنحو. أي منطق عندك هذا الذي كلما تكلمت فجعتنا بلحنه؟ ما أمت